إذاعة سلطنة عمان تقدم مواهب صغيرة. الكتابة، القراءة، الرسم، لعب كرة القدم، الخطابة، ترتيل القرآن الكريم، تصميم الأزياء، تصميم المواقع الإلكترونية، التصوير الفوتوغرافي، التمثيل والإخراج، وغيرها من المواهب التي ستتعرفون عليها في هذا البرنامج. مواهب صغيرة، تلتقي المواهب الصغيرة وتحاورهم أزهار بنت أحمد الحرثية، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية. مواهب صغيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مواهب صغيرة. ضيفنا لهذه الحلقة الوجيه بن سلطان بن سليمان المسكري في الصف التاسع بمدرسة حازم بن همام ببوشر. موهبته الرسم ومن هواياته السباحة. شارك الوجيه في دورة تدريبية للرسم بجمعية المرأة العمانية. أهلا وسهلا بك الوجيه معنا. وعليكم السلام ورحمة الله. الوجيه، أول سؤال أسألك إياه، ماذا يعني الرسم بالنسبة لك؟ الرسم بالنسبة لي هو إذا أنا ما رسمت بدونه ما أعيش. نعم. يعني إذا كنت، لأني يوم أنا أرسم أستمتع بوقتي، أندمج بالرسم، تكون الرسمة تعبيرية عن مشاعري. صحيح، جميل. الوجيه، بما أنه أنت تعتمد على مشاعرك وأحاسيسك في الرسم، ما هي الأشياء التي تلهمك للرسم؟ إيش اللي يخليك ترسم؟ يعني هل هي أفكار ومشاعر وأحاسيس أم مواقف ومناظر أنت تعرضت لها ودفعتك للرسم؟ طبعا هي المناظر الجميلة اللي تخليني أرسمها. في الحقيقة أنا طلعت على بعض رسومات الوجيه، هي بالفعل يعني جميلة جدا ويستحق أن يطلق عليه موهوب. الوجيه، هل هناك شخصية معينة أو منظر معين عالق ببالك وتجد نفسك ترسمه باستمرار بشكل تلقائي؟ أيوة، اللي هي الأشياء مثل الطبيعة، الفواكه. لاحظت أنا في رسوماتك أنك كثير تميل لرسم الحيوانات والخيول بالذات. أيوة. فما علاقتك بالخيول؟ لأن أصلا الخيل هي معروفة أنها جميلة ويشتهر بها العرب، يعني نعم، خاصة العمانيين. نعم. الوجيه، ما هو أسلوب الرسم المفضل لديك؟ طبعا كل فنان عنده أسلوب معين، في بعض الفنانين ينتموا المدرسة الواقعية، بعض مدرسة التجريدية وغيرها من المدارس، فأنت أشهر، ما هو الأسلوب اللي تميل إليه أكثر؟ هو بين الواقع والخيال، أنا أكثر شيء أرسم الواقع وبعض الأحيان الخيال. نعم، ممتاز. هل ما زلت تعتمد على الشكل التقليدي في الرسم اللي هو القلم والورقة أم أنك ترسم بالكمبيوتر، وأيهما تفضل؟ أنا يعني ما أستمر بالقلم لأنه خلاص على التطور، وبعد الحين أكتب أرسم بالهذا بالبرامج الموجود في التلفونات والهواتف اللي هو اسمه سكاتش بوك استخدمه. هل تشعر أنه الرسم بالإلكترونيات يساعدك على التعبير عن نفسك أكثر، أو أنه يعطيك نفس الحماس ونفس الطاقة؟ نفس الحماس، بس الرسم يوم ترسم بيدك بالحقيقة بالقلم يكون إحساسك أكثر من يوم ترسم بالإلكترونيات. نعم، لكن طبعا الإلكترونيات فيها برامج وتتوفر فيها ألوان، يعني عدد هائل من الألوان. أيوه. والتقنيات تساعدك على إنجاز اللوحة بشكل أفضل. أيوه. ممتاز. الوجيه، أكيد أنك أنت الآن قطعت شوط طويل في الرسم، فأنا حابة أعرف يعني كيف تستغل أعمالك هذه، لوحاتك كيف تستغلها؟ أستغلها تكون لوحات تحفيزية عشان أبذل قصار جهدي ليكون محترف. هل قمت بإهدائها لأشخاص من أهلك أو مدرستك أو أصدقائك، أو فكرت في يوم من الأيام أنك تعمل معرض ولو مصغر ضمن محيطك؟ أنا قالي أهديها لأهلي، وشاركت في معرض برسمة، بس المشكلة يعني
ما كانت قابل في المراكز الأولى يعني. نعم لا بأس إن شاء الله تتطور وتحصل على مراكز متقدمة. بما أنه نحن في هذا الموضوع، أنت شاركت في مسابقة ولم تفز، كيف تطور من موهبتك بشكل عام؟ كيف تتطور؟ أطورها بأرسم أكثر من كنت أرسم يعني. نعم. أرسم لوحات أكبر ويكون وضوح أكثر. نعم. أشكال فيها أكثر. نعم. تكون معقدة. هل تقيم المدرسة دورات تدريبية دائما؟ أيوة. وتشارك فيها؟ أيوة شارك فيها. تشعر أنه هذه الدورات مفيدة؟ مفيدة طبعا. فأنت بتستمر في المشاركة في هذه الدورات التدريبية وفي الرسم باستمرار؟ أيوة أكيد طبعا. طيب كل فنان عنده طقوس معينة لما يبدأ رسم لوحة، فخبرنا إيش هو الطقس اللي دائما تتبعه عند رسم لوحة؟ قبل أن أرسم لوحة تكون على حسب إذا خيالية أو واقعية. إذا كانت واقعية للطبيعة أو إنسان، إذا كانت طبيعة فأحاول أن أبين في مخيلتي كامل الأجسام اللي فيها عشان ما أتورط في جزء منها. نعم. وإذا كان الموضوع اللوحة من خيالك، تحب تكون وحدك؟ يعني تحب ترسم في مكان مغلق أم في مكان مفتوح؟ يعني أو عادي أنك ترسم وسط مثلا إخوانك وأهلك؟ هو مستحيل أن أركز وناس حولي وإزعاج، لأن التركيز يبغى له هدوء. صحيح. فهذا يعني. نعم. كم تستغرقك اللوحة الوحدة؟ على حسب، إذا كانت صغيرة بورق A4 يمكن تستغرق لي يمكن 3 ساعات، أما إذا كانت كبيرة تستغرق 3 أشهر. ما شاء الله. طيب إيش الألوان المفضلة عندك؟ هو الأبيض والأحمر والأزرق. والنوعية؟ الأيكروليك. أيكروليك ممتاز جدا. حين يأتيك الإلهام بفكرة معينة، هل ترسمها على الفور أم أنك تنتظر حتى يكتمل المنظر في خيالك؟ انتظرها لما تكمل المنظر بالكامل عشان تكون لوحة يعني زينة. ولو أخذ منك وقت طويل، فرضا مثلا أنت في خيالك منظر معين لكن لم تكتمل كل العناصر وأخذتك وقت طويل، هل تبدأ وترسم العناصر اللي أنت تشعر فيها أم أنك تستمر في يعني في تكوين الفكرة في رأسك؟ إذا كانت الفكرة قريبة عن تكتمل فانتظر يعني. أما إذا كان يعني أحس خلاص انغلقت يعني، فببدأ بالعناصر اللي كنت أنا ذاكرنا في خيالي. نعم. وبعدين عاد بتجيني أمور ثانية أصلا. صحيح. جديدة عشان أرسمها. صحيح. هل تواجه مشكلات فيما يخص الرسم يعني، سواء في لحظة الرسم أو في الحصول على المواد اللي لازم ترسم بها؟ بعض الأحيان قليل ما حق المشاكل، بس بعض الأحيان ممكن تكون الأدوات ناقصة فأضطر أني أتوقف. نعم. وبعض الأحيان يكون الشكل يعني ما جاي بوضوح تام، فاضطر أني أمسح العنصر وأعيده، ولكن الجوانب اللي حواليه بتمسح فلازم أعيد الرسم من أول جديد. صحيح. هل تضطر أحيانا أنك تعيد يعني الرسمة مرات كثيرة؟ إذا كان يتعلق مثلا بوضوحها أو تكون شادة الانتباه فلازم أعيدها 5 مرات 6 مرات عشان تكون واضحة وتشد الانتباه. وما تحس انك تعبان لما تعيدها 6 مرات؟ ما تقول خلاص اكتفيت ما اريدها؟ ما كنت تعبان، انا اصلا استمتع يوم ارسمها. مهما بلغت عدد النسخ اللي ترسمها. ايوه. ممتاز جدا. طيب بالوجيه المدرسة والبيت كيف يستقبلوا اعمالك؟ بعض الاحيان اذا كان فيها اغلاط المدرسة تستقبلني اول شيء بترحيب. ثم بانتقادات عشان تساعدني اني اكون افضل. نعم. في البيت نفس الشيء، بس يعني تكون الترحيب أكثر. نعم. بس التشجيع يعني دائما موجود. أيوة. سواء من البيت أو من المدرسة. ماشي إحباط الحمد لله. طيب لما ترسم لوحة تنجزها وأنت تكون معجب فيها جدا، إيش يكون شعورك؟ أحس يعني إنجزت شيء يعني هام في حياتي، حتى أضطر أني أبروزها وأعلقها يعني في البيت. إيش آخر لوحة رسمتها؟ رسمتها هي عبارة عن قلعة، ما ذكر أي مكان، بس هي ما مكتمل يعني انتو يعني قسمتين مثل 4 أشهر. ما شاء الله. هل هي يعني منظر واقعي؟ ايوه واقعي. ما شاء الله ان شاء الله تكتمل. الوجيه، هل في فنان معين يعجبك تتابع اعماله سواء محليا او عالميا؟ ايوه اتابع اشخاص مثل استاذ عبد الله الرقيبي.
أتابعه، أشوف أعماله، هو اللي شجعني في البداية أني أرسم بالأكريليك. نعم. طيب، كل عمل فني أو كل موهبة لها وضع معين أو أنها تقدم رسالة معينة للمجتمع، هل تعتقد أنه الفن خصوصا رسماتك أنت ممكن تقدم رسالة للمجتمع؟ إيوه، على حسب. إذا كان مثلا رسمة حزينة فبيكون في مشاعر الرسم اللي يرسم في شيء يعني حزين داخله، أو إذا كانت رسمة مبتهجة يعني مبتهجة فأكيد يعني هو فرحان في موضوع يعني. نعم. يساعدك هذه الرسالة مثلا للمجتمع أو للأهل. نعم. الوجيه الآن طبعا تعرف أنه برامج المواهب منتشرة في كل مكان، فهل تعتقد أنه برامج المواهب لها دور في إيصال الموهوب للمجتمع العربية للعالمية؟ أيوة، لها دور. وبالنسبة للرسام، هل تساعد؟ أنت رسام دخلت في برامج للمواهب، هل في أمل أنه أنت توصل للعالمية عن طريق موهبتك، عن طريق مشاركتك في البرنامج؟ أيوة أكيد، هذا لأنه هو على المتابعين اللي يشوفوا رسماتك، يمكن واحد منهم مدرب فهو يمكن يعجب برسماتك وياخذك معه عشان تتدرب، وبعد مثلا تدخل معرض ثاني ويجي مدرب ثاني يعني ما تصير مشهور. صحيح. هل تسعى للعالمية أنك تكون فنان عالمي؟ أيوة إن شاء الله. الله يوفقك إن شاء الله تتحقق كل أمنياتك إن شاء الله. أعزائي المستمعين، كان معنا في حلقة اليوم الوجيه بن سلطان بن سليمان المسكري الموهوب في الرسم. غدا حوار آخر مع موهبة جديدة، مع تحيات أزهار بنت أحمد الحرثية، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية. مواهب صغيرة.